السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طلال وطلول، رجعنا لكم فيديو جديد. أول شيء شكرا على 20,000 مشترك. طبعا هذا 20,000 ما كنت منتبه، وكنت مشغول في النقل وكنت أدور بيت، يعني مرة كنت متخربط حتى ما انتبهت إن وصلت 20,000 إلا من المتابعين عندي في سناب والمتابعين اللي في تيك توك، هم باركوا لي على 20,000 اللي ذا، والمتابعين اللي في اليوتيوب هم باركوا لي على 20,000 وركزت اني وصلت 20,000. بالمناسبة هذه حبيت اسوي مسابقة، طبعا المسابقة هذه لمحت عنها في التيك توك ولمحت عنها في السناب، لكن في السناب لمحت مرة لان متابعين السناب يتابعوني بشكل يومي فلازم نوضح لهم اكثر. المسابقة كالتالي، طبعا قعدت افكر هذه الفكرة لي يومين من 3 ايام سادح افكر فيديو 20,000 وش بيكون، فيديو 20,000 وش بيكون. طبعا المسابقة كالتالي، بكرة اليوم الوطني، طبعا اليوم الوطني السعودي بكرة، فقعدت أفكر فقلت وش لازم أسوي مسابقة، لازم أسوي شيء، لازم أسوي احتفالية لمناسبة 20,000 ومناسبة اليوم الوطني، لازم أسوي شيء. جت في بالي فكرة اللي هي أشيل معي فرخ من هذه الفروخ، الحين بوريكم إياها، شوفوهم، بشيل معي فرخ من هذه الفروخ مع أدواته، حضانة، نشارة، إبرة، سريلاك يعني بحط كثير، بزود سريلاك، يعني بضبطه مره للمسابقه. زي ما شفتوا بجهز واحد من هذه الفروخ للمسابقه بكره، انا بروح احتفل في اليوم الوطني في الكورنيش واجهه جده. طبعا قلت اني بطلع واجهه جده في التيك توك، بحط لكم المقطع. وهنا يكون وصلت لنهايه الفيديو، اشكرك جدا 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 على المشاهده، وباذن الله بكره نشوفكم في اليوم الوطني في واجهه جده البحريه. هذا المقطع اللي قلت اني بطلع في واجهه جده، بحط لكم سناباتي قبل شويه وش قلت في السناب. فهذه المسابقه في كثير من المشاهير سووها، من ضمنهم ابو فله، ما اقدر اوضح اكثر من كذا، خلنا نصور. هذه سناباتي اللي كانت قبل شويه، قلت ان في واحد من المشاهير اللي هو ابو فله قد سوى هذه المسابقه على سياره على ما اعتقد، بس احنا ان شاء الله نوصل للجوائز هذه، وهذه مو اول جائزه باذن الله. فاذا وصلت 30,000 بتكون في جائزه بطريقة تشبه هذه الطريقة، لأن الكثير ينظلمون في السحب. لا أنا رسلت قبل، أنا شبكتي. هذه المسابقة بتكون كيف؟ أنا بطلع بكرة الواجهة البحرية جدة ومعي الفرخ هذا في السيارة، مع جميع أغراضه من سريلاك، من إبرة، من حضانة، كامل مكمل. طبعا هذا الفرخ عندنا في السعودية سعره من 300 ريال إلى 400 ريال، بحط لكم الدولار اللي يتابعني برا السعودية. هذه المسابقة بتكون بطلع الواجهة البحرية جدة وبأمشي، وأي واحد يعرفني أو يسلم علي أول شيء بنادي، وبتكون الكاميرا، هذه الكاميرا تكون في جيبي صغيرة لأنها بنادي، ولا بوضح إني أكون أصور، عرفت كيف؟ الكاميرا بتكون في جيبي وكأني طالع أحتفل وأتمشى، بنادي اللي يعرفني، أي واحد يعرفني بنادي وأصور معه. طبعا هذه المسابقة، أي واحد يعرفني أو يسلم علي بشوف إنه مشترك عندي في القناة ولا لا، إذا وصل إذا شفت إنه مشترك في القناة بعطيه الفرخ مع جميع ملحقاته. هذه الفكرة باختصار، قعدت افكر قد ما اقدر اني اطلع فكرة جديدة، بس هذه اللي طلعت معي. وباذن الله في 30,000 في جائزة بتكون كذا خفية، وبس افضل انها تكون يعني للي برا جدة، لان هذه بس بتكون اللي بجدة، وفي يوم الوطني اكيد في ناس كثير بتجي من برا جدة بتحتفل بجدة، فانا متحمس مرة اشوف الفائز، متحمس مرة. وزي ما قلت لكم الكاميرا بتكون في جيبي لانها صغيرة، بتكون في جيبي ما راح اوضح اني اصور، عشان واذا شفت ما حد عرفني بطلع الكاميرا. خلاص كذا تمام، كل شيء واضح. باذن الله نشوفكم بكره في اليوم الوطني، بجهز الفرخ وبجهز اغراضه لبكره. المهم شباب، مقطع 30,000 بتكون فكره زي كذا، يعني ما ابغى المشاركه تكون صعبه او بالحظ، لا ابغى المسابقه تكون بالذكاء، ابغى الواحد يفوز بالذكاء عشان يكون الفائز يستاهل الفوز، عرفت كيف؟ وباذن الله المقطع 30,000 بيكون فيه طير او حيوان اليف ماني قايل اسمه، او مبلغ الله اعلم، يعني ما ابغى اورط نفسي زي ما ورطت نفسي في 20,000، ابغى اتكلم يعني بتكون في مسابقه بتكون اقوى من هذه، بس ما ادري ايش. باذن الله ان نوصل 30,000 في اقرب وقت ونسوي المسابقه. طبعا بتكون كل 30,000 40,000 لين ال 100,000 بتكون الهديه العظمى. بروح ذا المحل اسمع عالم الحيوان، ابغى اشوف حضانه وابغى اشوف ابر. محل من جوا مرتب ما شاء الله، هذه الالعاب، هنا الروز،
ايه وراي خايفين من الكاميرا. شوف ايش هذا؟ اشتريت حضانة خضراء عشان نحتفل باليوم الوطني بعد، واشتريت بعد إبرة. طبعا هذه الحضانة الجديدة وفي جوا إبرة، وبحط له شوية من السرقان عشان يهتم فيه إلى أن يوصل، يعني حق أعطيه كذا حق أسبوع حق إنه يرتب أموره يشتري له سرقان. خلنا نطلع الفرخ، بس بأكله قبل لا أطلعه ونمشي. هذا اليوم الثاني، جهزنا كذا وبنضبط الجائزة. نضبط الجائزة الحين، خلينا ندش صحصحنا. طبعا هذا مو اللبس، مو زي اليوم الوطني، زي اليوم الوطني شوي والبسه، بس الحين عشان كذا على السريع بصور بعدين اطلع اكمل. بنحطه في ذي الحضانة وجوه هالابرة، وبنعطيه زي ما قلت اسبوع حق اسبوع سريلاك حق اسبوع كامل لين يضبط وضعه ويشتغل للطير. طبعا بعد بيله حق اسبوع كذا، لانه ما ادري يمكن يكون ما عنده سريلاك ولا شيء، والطير هذا مره احبه يعني ما ابغى اخسره، يعني ان شاء الله يهتم فيه ونشوفه طير يسمع الكلام وهذا الخارجي. يكفي له زياده، يزيد 3 ملاعق. واحد ترى كثير مره. 2 3. نبغى نشوف الفايز، بسم الله نشوف الفايز يكون يستاهل، وكلكم تستاهلون والله. يعني لو عندي طيور كان وزعت عليكم كلكم. شوي عدمنا المحل سيريلاك بس مو مشكلة. الحين بنحط مشارة، نحط مشارة خشب تضبيط. فيه الزبدة اللي بتفوز فيه النشار، لا تخليها تطول. ها خلاص كده كفي. هذا ادواته، سريلات، ابره جديده. وحين نجي الاختيار، نختار مين اللي بيجي هنا من الثلاثه هذولا. الحين نسكر الحضانه، شوفوا جد قده بالضبط، قد قده تمام، والإبرة والسريلات. خلاص كذا يكون الهدية جاهزة. طبعا زي ما قلت لكم بنروح نشوف اللي يعرفني على طول بعطيه الهدية، وبنصور لكم تعليقات هناك. نشوف اليوم الوطني يعني يعتبر فلوق، وفي نفس الوقت الفلوق هذا فيه هدية. كذا يكون الهدية جاهزة، خلنا نتجهز ونطلع. خلي السيارة كذا تحمى، يبغى لها غسيل بس عشان نطلع كذا بشكل جميل. نغسل السيارة ونطلع. لوك اليوم الوطني، الحين نبدا المقطع. طبعا بدست الكاميرا، ماني مصور الا اذا احد عرفني، ويلا خلينا نبدا. سلمان فكرة المقطع كالتالي. سلام. الحين بنمشي في الوسط، عراش في الوسط، اي واحد يقول هلا طلول هلا كيف حال، بعطيه هديه. وش هديه؟ عباره عن فرخ. هلا طلول هلا. لا لا اشتي منك. فرخ كروان ابيض، وش بعد؟
حضانه وسريلاك. يا سلام. كيف الهديه؟ مره مضبوطه بكج حلوه ما شاء الله. خلاص نعم ان شاء الله ما عاد يجي. قبل شيء ناس اشروا يفوزون ولا لا؟ لا يمكن يحشوني صح؟ ايه يمكن يمكن مو بعجبتهم الترسيمه. إيه؟ ما تدري مو فايزين صح؟ صح خلاص هذا الحكم الحكم سلمان اللي يقول هذا فايز فايز ما سلموا علي بس كذا عشروا مني يمكن عجبهم الثوب صح؟ صح صح ايه خلاص هذا هنا الهليكوبتر يهبط. يا سلام ايه في اليوتيوب ها؟ في اليوتيوب في اليوتيوب يا شباب كانت العروض جدا جميلة وخلاص استمتعنا احتفلنا باليوم الوطني كانت احتفالات جدا مرتبة كذا نشوفكم في البيت ها هلا حبيبي بابا ها نشوفكم بإذن الله في البيت ونتكلم عن الجائزة بعد في البيت عندك كلمة للمتابعين إبراهيم ها عندك كلمة للمتابعين ايش فيك خلاص 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 يلا نشوفكم في البيت شفتوا اللي امس الولد اللي اشر علي في ولد امس اشر علي قلت يمكن مشبه ما ادري هو عرفني ولا لا سال سلمان قال لي لا ما ينحسب كذا دام ان اشر من بعيد يمكن ما يعرفك ف خلاص اشر علي من بعيد ما عد تكلمت يوم جيت اليوم برجع بغني المقطع امس هذا يوم جيت بنهي المقطع شوي اللي شفته رسل لي في السناب شوفوا يا شباب هذه محادثتي مع الولد
قال لي طلول ليش ما وقفت العصر لما طلينا فيك؟ انا ما كنت متاكد انهم طلوا فينا لا عشان يعني تعرفون مره لا تصير واثق في نفسك بزياده ان عندك متابعين. ف كتبت له بالله اذا انت تخيل كنت اصور مقطع يوتيوب وقلت اي واحد يعرفني ويسلم علي له هديه. وين ساكن؟ قال لي العدل. خلاص هذا باذن الله بنسلمه لان عرفني لكن ما جاني، بس يلا ما في اللي هو عرفني في الكرنيش يستاهل هديه. وباذن الله اذا قدني بعطيه الطير بصور. انا الحين المقطع هذا ما يعني مصور وانا اعطيه الطير، بعطيه ان شاء الله في المقطع الجاي، بس هذا هو حساب الفايز. فقلت هذا ينحسب فايز لان عرفني ورجع كلمني سناب، ما كلمني في الوقت نفس الوقت بس كلمني سناب. فقلت دام انه عرفني ويتابعني ويتابعني سناب بعد لازم يفوز. في شيء ثاني بعد، لاحظت الطير الصغير اللي امس كنت بعطيه اياه، الحمد لله اني ما اعطيته امس لاني لاحظت الطير انه شويه تعب، فبعطيه طير ثاني، ببدل له طير بعطيه الثاني، يمكن عشان صغير ريشه ما اكتمل فاحس انه تعب تغير عليه الجو، بعطيه الثاني. وبس والله ما ادري اصور اذا اعطيته ولا انهي المقطع هنا. يلا المهم شباب، ما قدرت اصور، خلاص حان وقت تنزيل المقطع، فما قدرت اصور وانا اسلم الطير، لكن باذن الله بصور في المقطع الجاي، بيكون اذا اعطيت الطير بصور وانا اعطيه. ف يمكن اصور سناب، تعالوا سناب، سناب ترى تفوتكم اشياء كثيره فيه. ف خلاص هنا يكون انتهى المقطع، ان شاء الله ان شاء الله نال اعجابكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وباذن الله ترقبوا المقطع الجاي، ترقبوا فكرة المقطع الجاي، فكرة جديدة وغريبة على غريبة على القناة. فأتمنى أنكم تجون سناب عشان نصور أشياء كثيرة هناك، يمكن أصور الولد في السناب، تعالوا سناب، يمكن ما أصور يوتيوب. إن شاء الله نشوفكم المقطع الجاي، لا تنسون اللايك والاشتراك، وشكرا على 20,000 متابع، عقبال 30 و100,000 بإذن الله، والسلام عليكم.